أهلا بكم من جديد، ونبدأ من الشأن المحلي، حيث انطلقت أعمال المنتدى النيابي الاقتصادي الأول تحت عنوان فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك تحت رعاية معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين من مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشارت زينل في كلمتها إلى حرص مجلس النواب على تفعيل دوره التشريعي والرقابي في قضايا ومواضيع كثيرة وملفات ومشاريع عديدة، ومن أبرزها تفعيل الدور البرلماني لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون المثمر مع الحكومة الموقرة. من جانبه تطرق سعادة النائب علي إسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال المنتدى حول السلطة التشريعية والميزانية العامة والدور المشرعي في تعزيز الإيرادات العامة والقيمة المضافة وأثرها في تعزيز الإيرادات العامة. فرصة أن الكل يستمع للآخر، اختيار الموضوع ودور السلطة التشريعية في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني جدا مهم. اليوم الاقتصاد دائما يعتمد على تشريعات محفزة، المستثمر يبحث عن تشريعات تشجعه على هذا الاستثمار، تعطيه شيء من الطمأنينة. فلله الحمد أعتقد البحرين قادرة على استقطاب الكثير من الاستثمارات، البحرين قادرة على سن كثير من التشريعات اللي تدعم اقتصادنا الوطني. شارك معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مؤتمر القطاع المالي الأول الذي يعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأشاد وزير المالية والاقتصاد الوطني بهذا المؤتمر الذي يسهم في تطوير القطاع المالي من خلال عدة عناصر أساسية كالتوجه نحو مجتمع غير نقدي عن طريق استخدام التكنولوجيا المالية وتعزيز الاستثمار في هذا المجال بما يساهم في توفير وظائف نوعية، إلى جانب تعميق السيولة في سوق الأسهم وشمولية قطاع الخدمات المالية وتحفيز نشر البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكارات في البنية التحتية للقطاع المالي سعيا لتعزيز المكانة المالية على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. البحرين بحكم كونه مركز مالي يجمع كثير من النشاطات المالية، سواء كان البنوك والصرف الإسلامية اللي تميزت فيها مملكة البحرين، يعني يساهمنا أن احنا نشارك أول شيء في خبراتنا، لأن وهذا بينقل تجربتنا في البحرين اللي تعبر عن عمق وعراقة الصرفة بكل مكوناتها. وجدير بالذكر أن احنا الآن يعني نحتفل هذا العام بمرور 100 عام على دخول على بدء العمليات المصرفية في البحرين. حضورنا في المؤتمر له جانب أيضا تثقيفي عن سوق البحرين وما تقدمه بورصة البحرين من خدمات للشركات المالية، والجانب الآخر من المؤتمر والاجتماعات الثنائية أثمرت كثير إن شاء الله، أو راح تكون لها نتائج في الوقت القريب. اختتمت فعاليات معرض الخليج للعقارات 2019 الذي شارك فيه حوالي 140 عارضا من 19 دولة قدمت مشاريع عقارية متميزة من شأنها أن تدعم الاستثمارات المشتركة. المزيد من التفاصيل مشاهدينا في التقرير التالي. هو الشريان النابض الذي يضخ في أوردة المنظومة الاقتصادية معلنا عن دوره الحيوي الذي لا يتجزأ، فبكل تأكيد نحن نتحدث عن معرض الخليج للعقار 2019 الذي يضع مملكة البحرين على خارطة الاستثمار العقاري، مؤكدا على دور حكومة مملكة البحرين في تذليل العقبات أمام التطوير العقاري وتسهيل عملية الاستثمار
الاستثمار فيه، وعلى أن تكون التشريعات المرتبطة بالشأن العقاري متواكبة مع التطورات المحلية والعالمية في هذا القطاع الحيوي. المعرض كان جدا ممتاز من ناحية إقبال الناس، حصلنا الكثير من الناس اللي حابة تستثمر في البحرين من البحرين ومن خارج البحرين، وهذه يعني المردود ماله رجع علينا احنا في يعني من ناحية ان المبيعات كان في اقبال جدا ممتاز. طوال السنوات اللي مضت حققنا فيها مبيعات كبيرة كشركة طيبة العقارية من خلال بيع مخططات سكنية واستثمارية في مختلف طبعا محافظات البحرين من مخططات سكنية. على مدار 3 أيام متتالية استطاع معرض الخليج للعقار أن يجتذب الزبائن الذين يبحثون عن فرصة جيدة للاستثمار، حيث شارك في المعرض 19 دولة لتقدم مشاريع عقارية متميزة ذات قيمة مهمة في تدعيم موقع مملكة البحرين الحضاري والتنموي. هذه السنة طرحنا لله الحمد 3 مخططات، منها سكنية استثمارية وسكنية وصناعية، وكذلك مسوين خدمة التثمين. أوكي، طارحينها للزباين اللي يكونون يجون المعرض، مقدمين لهم عرض خاص. عارضين احنا 12 استثمار في طور التنفيذ بما يعادل 12 مليون دينار قيمتهم، ومعروضة حق المستثمر، يعني موجودة بالأراضي، موجودة بالخرائط، بالتراخيص. عرض اما ان المستثمر هو يستثمرها، او انه يكون شراكة بين الاوقاف وبين المستثمر نفسه، او اي من العقود الاستثمارية اللي تصير. إن التطور العمراني يعد ميداناً للتنافس بين الدول ومقياساً لمدى نجاحها في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، ولطالما حققت مملكة البحرين جاذبية استثمارية على الصعيد العقاري، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التطور. العديد من الشركات الاستثمارية العقارية حجزت مكانها في معرض الخليج للعقار ليكون هذا المعرض الوجهة المثلى للعديد من المستثمرين المحليين الخليجيين والأجانب. للنشرة الاقتصادية، إيمان شرف، تلفزيون البحرين. وإلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، والبداية مع بورصتنا المحلية، حيث تقدم مؤشر البحرين العام بنسبة 0.26% بإقفال عند مستوى 1442 نقطة، حيث شهدت تداولات اليوم ارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 28 مليونا و905 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 4,177,000 دينار، وتم خلال الجلسة تنفيذ 130 صفقة، وكان النصيب الأكبر من التداولات لأسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد أقفلت معظمها على تراجع باللون الأحمر مع تباين أسعار النفط في الأسواق العالمية في تداولات المؤخرة. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بارتفاع ب14 نقطة مئوية بإقفال عند مستوى 9,275 نقطة في ظل صعود جماعي للقطاعات الكبرى وبقيادة قطاع السلع طويلة الأجل. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت بتراجع بنسبة 0.53% بإقفال عند مستوى 6,137 نقطة بتأثير من تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا بشكل رئيسي. سوق أبوظبي للأوراق المالية أقفلت بتراجع طفيف بنسبة 0.05% بإقفال عند مستوى 5,391 نقطة بسبب تراجع قطاع الطاقة.
سوق دبي المالية أقفلت بتراجع بنسبة 0.54% بإقفال عند مستوى 2787 نقطة بتأثير من تراجع أسهم قطاع الاستثمار وأيضا الخدمات المالية. أخيرا مع سوق مسقط الأوراق المالية الذي تراجع بنسبة 0.25% بإقفال عند مستوى 3940 نقطة مع نزول كافة مؤشرات البورصة العمانية في تداولات اليوم. وإلى السعودية، حيث قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده حققت فائضا في ميزانية الدولة بقيمة 27.8 مليار ريال، وذلك في الربع الأول من العام الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014. جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي. وأفاد الجدعان بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية ارتفعت بنسبة 28% في الربع الأول من العام الحالي، وأضاف أن الإيرادات غير النفطية للمملكة بلغت 76.3 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري 2019. وتعكس هذه المؤشرات خاصة الإيرادات غير النفطية سياسة تنويع مصادر دخل المملكة المنسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. شركة هواوي تعلن عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 39% على أساس سنوي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات التجارة الجارية بين بلاده والصين تسير على ما يرام، بينما يواصل أكبر اقتصادين في العالم محاولتهما للوصول إلى اتفاق نهائي. وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أنهم يحققون أداء جيدا بشأن التجارة وأداء جيدا مع الصين، ومن المنتظر أن تبدأ الجولة القادمة من محادثات التجارة في 30 من إبريل في بكين، وتعقبها جولة مناقشات تبدأ في 8 من مايو في واشنطن. خفضت شركة نيسان اليابانية توقعاتها للأرباح السنوية للمرة الثانية مع استمرار تداعيات أزمة الرئيس التنفيذي السابق كارلوس غصن الذي يحاكم على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي وإخفاء الدخل الحقيقي له من الشركة. وقامت شركة نيسان بخفض توقعاتها لأرباح العام المالي المنتهي في مارس الماضي من 3.7 مليار دولار إلى 2.8 مليار دولار، وأثارت أزمة غصن الشكوك حول سلامة إدارة نيسان وقوة حوكمة الشركة وقوانينها الداخلية. ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. ونختم نشرة من الصين، حيث أعلنت شركة هواوي عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 27 مليار دولار في أول نتائج فصلية على الإطلاق تعلنها شركة التكنولوجيا الصينية. وقالت الشركة إن هامش صافي الربح بلغ نحو 8% للربع الأول، مضيفة أنه مرتفع قليلا عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي الإعلان عن قدر محدود من النتائج في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة حملتها على هواوي بدعوى أن معداتها قد تكون مستخدمة للتجسس، بما تنفي الشركة الصينية مراراً تلك المزاعم.